مقدار زكاة الفطر بقى يا مولانا؟ مقدار زكاة الفطر الحد الأدنى لها كما أفتت بذلك دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية 15 جنيه. لمين؟ احنا بنقول 15 جنيه ليه؟ تفضل. لأن زكاة الفطر تجب على الكبير والصغير، على الغني والفقير، على الحر وعلى العبد. يعني على أي إنسان موجود في الحياة اللي احنا بنقول عليه الراس، على أي راس موجودة عليها زكاة، سواء وفي حاجة اختلف العلماء على الوقت، وقت زكاة الفطر. منهم من قال من غروب شمس آخر يوم في رمضان إلى صلاة العيد، ومنهم من قال من طلوع الفجر يوم العيد إلى صلاة العيد في الفترة دي. طيب ليه هم اختلفوا في التوقيت ده؟ لأن ممكن مولود يولد في هذا التوقيت. يعني الاختلاف مش على أن الزكاة تطلع إمتى، لا، لأن الزكاة يجوز أن تخرج من أول يوم في رمضان. وحنقول ليه. لكن إن بالنسبة للاختلاف بتاعهم عن على وقتها، عشان هتجب على من ممكن ولد ينولد أو بنت تنولد. طيب إمتى؟ يبقى هناخد بالرأي الأول، لو ولد قبل آخر لحظة في رمضان يبقى واجب عليه زكاة الفطر. طب قبل آخر لحظة من طلوع الفجر العيد يبقى عليه زكاة فطر. طيب ليه يجوز إخراج الزكاة من أول يوم في رمضان؟ لأن لو واحد أدرك لحظة واحدة، يعني الفجر بتاع أول يوم في رمضان، قال الله أكبر ومات، عليه زكاة الفطر. يبقى عرفنا ليه ليه إن يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم في رمضان. لأن لو كان واحد عاش ولو لفترة لحظة من رمضان يبقى عليه، وجب عليه زكاة الفطر. يعني احنا دلوقتي لو ما خرجش زكاة الفطر بعد الجملة دي لازم بسرعة نخرجها. طيب ما هو زكاة الفطر العلة في وجوبها أو وجبت ليه على الرجل اللي مات في أول يوم في رمضان؟ أيوة. لأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، طعمة للمساكين كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم. من أداها قبل الصلاة، يعني قبل صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يبقى لازم أداها إيه؟ قبل الصلاة. أجاز العلماء أن تخرج من أول يوم في رمضان. وإذا كان الإنسان لا يقدر على أن يخرج هذه أو مش لاقي حد أديله الزكاة، فمؤسسة نبض الحياة موجودة، ممكن في صورة إطعام، بتودي غلال، بتودي رز، بتودي تمر، أي شيء من الحاجات اللي هي المفروض تكون زكاة الفطر. وإحنا بنقول 15 جنيه ليه؟ ده الحد الأدنى عشان الفقير هيطلع. لكن حضرتك أنت أقول لك تقولي لنا نطلع زكاة الفطر، أقول لك إيه؟ أقول لك طلع 100 جنيه على الفرد، وأنت مثلا ثلاثة ولا صح، يبقى طلع 300 يعني مثلا، وأنت تقدر أن تطلعي. في رجل بتيجي كده فجأة تلاقيه يقول لك أنا طلعت 50 جنيه على خمس أفراد بس بالحب كده. إيه طب هو ده؟ لا ماشي بالدراع. احنا عايزين والحد الادنى، الحد الادنى 15 جنيه. لو واحد فقير يبقى الحد الادنى 15 جنيه. وحضرتك اما انا بقول لك لو انت بتساليني اقول لك طلعي انت 100 ليه؟ لان احنا سيدنا النبي قال لنا ايه عليه الصلاه والسلام؟ قال لنا طهره للصائم من اللغو والرفث. انا اغتبت، انا نظرت، انا اتكلمت، انا عملت اي شيء يغضب ربنا، فده هينقص من الصيام بتاعي. ليه؟ لان انا صمت عن الحلال الذي احله الله لي، اللي هو الطعام والشراب والجماع. طب اذا كنت قد صمت عن الحلال فكيف لا اصوم عن الحرام؟ فانا عملت حرام، اغتبت، نظرت، اتكلمت، اي شيء انا عملته يغضب ربنا سبحانه وتعالى بينقص من الصيام، فصدقة الفطر بتجبر ما نقص من الصيام. يبقى احنا ديت حاجة لنا احنا، فأنا كل ما بطلع أكتر كل ما بيبقى صيامي أفضل. خدت بال حضرتك؟ يبقى الجبر ليه إيه؟ أفضل. يبقى احنا إن شاء الله اللي يقدر يطلع أكتر من 15 جنيه طبعا يطلع، لأن طبعا فيه ناس يعني أنا ولادي نفسهم أنا بقول لهم طلعوا بأكتر من كده. خدت بال حضرتك؟ فاحنا واجب إن احنا نعرف، لأن بيعود بالنفع على مين؟ على الفقراء وعلى المساكين. ناس بتاكل، ناس بتشرب، ناس بتجيب، ناس محتاجة، الناس سبحان الله. حضرتك لو اختلطت بالناس المحتاجين دول أو الفقراء دول وشفت لهفتهم وفرحتهم لما أنت بتيجي تقدم لهم شيء ولا شنطة ولا تقدم لهم شوية، سبحان الله. الناس فعلا ادخال السرور على الفقير في العيد ده واجب وحاجة إنسانية كبيرة جدا جدا. اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. صح.